ثلاثي الزمالك والأزمة الأخيرة، ويعني صدر حكم قضائي منذ قليل هناك في محكمة يعني دولة الإمارات العربية الشقيقة بالحبس لمدة شهر لثلاثي نادي الزمالك. وأقول لحضراتكم القرار اللي صدر منذ قليل، الحكاية والتفاصيل واللي بيحصل مع ثلاثي الزمالك منذ الأزمة اللي وقعت طبعا في المباراة اللي جمعت ما بين نادي الزمالك ونادي يعني بيراميدز. أحداث مؤسفة شهدتها هذه المباراة تسببت في أزمة كبيرة، وطبعا يعني تحرير محضر ضد ثلاثي الزمالك ثم تحويلهم إلى التحقيق في يعني دولة الإمارات، ثم جلسات عقدت داخل المحكمة، وصدر الحكم منذ لحظات قليلة ضد ثلاثي الزمالك بالحبس لمدة شهر، حبس لمدة شهر وكمان غرامة مالية 200,000 يعني درهم لكل فرد أو لكل لاعب. طبعا امام اثنين لاعبين وكمان مدير الكره بنادي الزمالك الكابتن عبد الواحد السيد. طبعا القرار اللي صدر منذ لحظات هقولها لحضراتكم بالتهمه الموجهه لكل شخص، طبعا نبيل عماد دونجا استعمل القوه والعنف او التهديد مع موظف عام او مكلف بخدمة عامة بنية حمله بغير حق على اداء عمل من اعمال وظيفته او على الامتناع عنه ولم يبلغ من ذلك مقصده. العقوبة طبعا حبس لمدة شهر زي ما قلت ليه حضراتكم، وغرامة 200,000 درهم على اللاعب نبيل عماد دونجا زي ما قلت لحضراتكم، وهو احد ثلاثي يعني نادي الزمالك المتهمين في هذه الواقعه، او مشاركوا طبعا في هذه الواقعه او اللي صدر ضدهم الحكم زي ما قلت لحضراتكم منذ قليل. واللاعب مصطفى شلبي استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده. الغرامة 200,000 درهم والسجن لمدة شهر. ده بالنسبة للاعب مصطفى شلبي. ايضا عبد الواحد السيد وده طبعا مدير الكره بنادي الزمالك استعمل القوه او العنف او التهديد مع موظف عام او مكلف بخدمه عامه بنيه حمله بغير حق على اداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده. الغرامه 200,000 درهم وكمان السجن لمدة شهر. دي طبعا القرارات اللي صدرت منذ قليل ضد ثلاثي نادي الزمالك سواء دونجا او شلبي او كابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك. طبعا نادي الزمالك في البداية يعني كان اصدر بيان ثم بيان اخر يوم مباراة النادي الاهلي ونادي الزمالك. طبعا كان في جلسة تم يعني استعجالها في هذا اليوم، وكانت الناس كلها مستبشرة خير ان يتم الافراج عن الثلاثي، ولكن تم تجديد حبسه و يعني تأجيل القضية لجلسة 29 أكتوبر موافق اليوم ولصدور الحكم. وبالفعل صدر الحكم زي ما قلت لحضراتكم منذ قليل
حبس ثلاثي نادي الزمالك لمدة شهر وغرامة مالية 600,000 درهم إماراتي على الثلاثي. وده بسبب طبعا الأحداث اللي شهدها الاستاد بعد مباراة طبعا نادي الزمالك ونادي بيراميدز في قبل النهائي بكأس السوبر المصري اللي توج بيه في النهاية النادي الأهلي بالفوز على نادي الزمالك بركلات الترجيح. ده اللي حصل. هنتابع مع حضراتكم كل التفاصيل وكل التطورات. طبعا حبس الثلاثي الزمالك طبعا هيستأنف على هذا الحكم اللي صدر منذ قليل زي ما قلت ليه حضراتكم. وفي فريق مكلف بالدفاع عن ثلاثي نادي الزمالك سواء محامين يعني تابعين لنادي الزمالك او محامين من دولة الامارات. طبعا كانوا فريق دفاع عن ثلاثي نادي الزمالك في هذه الازمة. هذه الازمة اللي سببت طبعا حالة من الحزن والاستياء لدى كل محبي وعشاق نادي الزمالك. كل كان بيدعو يعني لثلاثي نادي الزمالك ان يتم يعني افراج عنهم. وبعد طبعا الاعتذارات والبيانات اللي صدرت عن نادي الزمالك عن مجلس الاداره برئاسه الكابتن حسين لبيب واحترامهم ل يعني دوله الامارات العربيه الشقيقه وتاسفوا عن ما حدث من اخطاء وتعديات طبعا على احد الافراد هناك داخل الاستاد مما يعني كان هناك حاله من الارتياح ويعني تضامن مع البيانات اللي صدرت والاعتذارات اللي صدرت من نادي الزمالك. ولكن الثلاثي اخطاوا في حق هذا الفرد او هذا الموظف او ايا كان مركزه. طبعا لا يصح الاعتداء على شخص لاي سبب من الاسباب لان الرياضه اخلاق والرياضه طبعا لازم يكون في الروح الرياضيه ومبقاش في طبعا اعتداء او تعدي. الفيديوهات انتشرت بشكل كبير جدا جدا على السوشيال ميديا وكان يعني مشاهد مؤسفه طبعا كلنا شاهدناها. ويعني نادي الزمالك زي ما قلت لحضراتكم هيستأنف على الحكم اللي صدر ضد الثلاثي الكابتن عبد الواحد السيد ومصطفى شلبي وعماد دونجا. طبعا يعني اثنين لعيبه ومدير الكره تم حبسهم لمده شهر ولكن ده حكم اول درجه زي ما قلت لحضراتكم. والثلاثي في محبسهم منذ يعني ان خضعوا للتحقيقات امام رجال الشرطه وامام الجهه المختصه في دوله الامارات العربيه الشقيقه حتى صدور هذا الحكم. طبعا الثلاثي متواجدين في محبسهم. ايه اللي هيحصل والتطورات اللي هتحصل خلال الفتره القادمه نطلع حضراتكم من خلال موقع بصراحه الاخباري على كل التطورات وكل التفاصيل وكل ما يخص ثلاثي نادي الزمالك. ادعو طبعا ادعو لهم جميعا بفاق القرب وان شاء الله يرجعوا الى مصر يعني بعد حل هذه الازمه وحتى انقضاء هذه العقوبه. طبعا لازم كلنا نكون حريصين ونكون مدركين يعني لاي انفعالات وما يكونش في اي تصرفات خارج نطاق كره القدم او خارج اي لعبه رياضيه ويبقى في روح رياضيه ولا ننساق وراء الانفعالات وراء طبعا يعني المشاحنات اللي بتحصل في ملاعب كره القدم. لان خلال الفتره الاخيره هناك عدد من القضايا او الازمات اللي خرجت من ملاعب كره القدم وبتنظر امام ساحات المحاكم سواء داخل مصر او خارج مصر. في الاول وفي الاخر هي لعبه رياضيه ويجب على الجميع الالتزام
بقواعدها والالتزام بالروح الرياضيه، لان الرياضه اخلاق. دي كل التفاصيل، وهنرجع لحضراتكم باخر التطورات في بث مباشر جديد من خلال موقع بصراحه الاخباري. شكرا لكم والى اللقاء.